في هذا الفيديو راح تتعلموا كيف تخفوا اي سيجارة بهي الطريقة. بمجرد ما تاخذوا السيجارة تخلوها تختفي وترجع معكم بهذا الشكل. قبل ما نروح للشرح لا تنسى انك تحط لايك لهذا الفيديو وتشترك بقناتي على السريع. انزين افقع ام الزر اشترك بقناتي وحط لايك لهذا الفيديو. خلينا نروح للشرح. بس قبل ما نروح للشرح هات انترو. تحياتي للجميع، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا كلياتكم بخير. معكم الساحر العربي عابد حناوي. هذا الفيديو راح يكون معي مازن عرمان يلي هو مدير قناة يوتيوب، يعني فعليا هو يلي بيساوي المونتاج، هو يلي مستلم كل شيء بهذه القناة. فهي أول مرة بتشوفوه يا جماعة. تحياتي مزون، سعدينك يا مدير القناة إخواتي. تحياتنا للزوم. دقيقة قبل ما نكمل هذا الفيديو بدي اياكم كلياتكم تنزلوا، موجود برابط بالدسكربشن، لازم تشتركوا بقناة مازن عرمان اللي هو مدير القناتي. كلياتنا بالكومنتات. واليوم مثل ما انتم شفتوا ببداية هذا الفيديو رح نتعلم كيف ناخذ اي سيجارة ونخفيها بهذا الشكل. بمجرد ما تحطوها بين ايديكم خلوها تختفي وترجع بهذا الشكل. بس الحلو جاعدة هلا رح ارجع لك اياها، بس رح اسوي لك شغلة كثير احلى. الحلو بهذا الفيديو يا جماعة انه هالمرة انا بالعاده بساوي السحر بكشفه وبعلمكم اياه وبس، انما هالمره راح ساوي السحر وبكشفه وخلي مازن انه شخص قدامي راح يتعلم هاي الحركه ويساويها معي لحتى نشوف شو الاغلاط اللي ممكن هو يغلطها وانتم تغلطوها وتتعلموها بشكل اتقن وباحترافيه اعلى. فبدي اياكم كمان تكتبوا لي اذا بتحبوا اني على طول جيب معي اشخاص بكل خدعه انا بدي اعلمكم اياها لحتى تشوفوها افضل بشكل افضل، انه كيف هو عم بيتعلمها كمان انتم فيكم تتعلموها. اكتبوا لي تحت بالكومنتات وهلا خلينا نشوف الخدعه مره ثانيه وبعدين نروح للشرح. يعني هلا هيك رح طلع السيجاره هيك؟ هلا رح تصير مثلي، هلا رح تصير مو مدير قناه، رح تصير صاحي. اوكي سو خلينا نبلش. شوف مازن، هلا يلي عم بيصير هذا السحر هو سحر فيك تساوي ستريت ماجيك، يعني سحر شوارع فيك تساوي لاي حدا، وفيك تساوي كمان بالكاميرا. بس يا جماعه بدي اياكم تنتبهوا انه في حال انتم سويتوا هذا السحر ستريت ماجيك يعني لاي شخص قدامكم بدكم تنتبهوا من الزاويه المعينه يلي انتم لازم تساووا له اياهم، ان كانت ايدك فوق او تحت، لانه هلا رح تعرفوا شو المقصد بانه ايدك تكون فوق او تحت وشو يعني الزاويه المعينه، تمام؟ فهذا السحر ما بيحتاج خفه كثير، بيساووه محترفين وبيساووه مبتدئين، فهذا السحر فينا نقول للمحترفين وللمبتدئين. جاهز مازن يتعلم هذا السحر؟ يا سحر. شوف مازن، هي هي الزاويه، يعني انا بدي اياك تعتبر الكاميرا انه في شخص واقف قدامي. يلي رح يصير، تمام، اني انا رح اخذ السيجاره، كل ما اخذها رح تلاقيها عم تختفي من قرني وتطلع من قرني، ورح فوتها شوي شوي، بنشوفها من قدام ومن ورا، كل ما فوت هي السيجاره تلاقيه اختفيت وطلعت. سو هلا خليني اورجيكم شوي اللي عم بيصير بالضبط. يلي عم بيصير مازن اني انا وقت عم باخذ السيجاره عم بتفشها شوي شوي، تمام، وتفوت بايدي بهذا الشكل، تمام، هي عم تضل بايدي. بس اللي عم بيصير بعد ما انا اخذ السيجاره فوتها، شوف بدي اياك تنتبه معي. شوف هلا هيك انتم لحتى تشوفوا، وهو هيك كمان رح يشوف من عن طريق الكاميرا. وقت فوتها لجوا انا يلي عم بيصير انه باصبعتي الابهام والسبابه عم بمسكها مره ثانيه وحطها فوق الابهام تبعي، شايفين؟ يعني عم يفوت حاليا هون هيك على الاخر، يعني هيك. يعني السيجاره عم تكون مخبايه ورا، شايفين؟ هلا هي هيك مو باينه، بس السيجاره فعليا هي بهذا الشكل ورا، تمام، وبعدين ترجع بتسكر ايدك وبتسحبه. فهلا بدنا نحاول نجرب انا وياك هي الحركه، تمام؟ تمسك السيجاره معي، تمام، حطها بايدك بهي الطريقه. اخواتي فيكم انتم كمان تساووا معنا هي الحركه. هلا نحن بدنا نعتبر سيجاره للتجريب وللتثبيت، اكيد اخواتي اكيد، انا ما بنصح حدا فيكم يدخن، تمام. هلا بدنا نعتبر انه مازن هو احد المتابعين يلي هو انتم، تمام، وعم يتعلم. فهلا هلا خلينا نشوف. حطيت السيجاره بهي الطريقه، فوتها شوي لجوا هيك على الخفيف على الخفيف، تمام، قرب لعندي قرب لعندي، تمام. بعد ما تفوت هيك شوي بتمسكها من هون، تمام، امسكها وحطها ورا اصبعتك. يعني انت اعطيني ايدك لهون، تمام، هي انا رح نورجيكم اياهم هلا من الزاويتين. نحن مسكنا السيجاره، رجع امسكها مثل ما كانت معي، تمام، اوكي فوتها شوي شوي، شايفين من ورا يا جماعه. وقت توصل لنهايتها بتمسكها وبتحط اصبعتك الابهام وراها، اوكي. هلا هي هيك صارت وراها، فبيكون باين طرف السيجاره من قدام، فبتفوت اصبعتك للاخير وبتكبس على الابهام، بتفتح ايديك تنتين، تمام. هلا الغلط يلي انت ساويته هو هون، شايف ايدي انا كيف كابس؟ شايف الابهام كيف كابس على الابهام الثاني؟ كنت كبسوها منيح يا جماعه بحيث انه انتم ما يا عيني عليك وحش، شايفين اخواتي؟
قلت لكم الحركه كثير سهله بيسووا محترفين مبتدئين، فما بدها كثير هالخفه، وانا عم بحاول لاقيكم الحركات يلي ما تاكل كثير من وقتكم وانتم عم تتعلموها. سو هلا رح ارجع، انت تطلع علي وهلا انا رح ارجع اسوي لكم اياها مره ثانيه. شوف ببدايتها اني انا رح اخذ السيجاره وهلا رح احاول اني اخفيها، فوتها شوي تمام، وقت فوتها شوي بتختفي وبترجع مثل ما كانت. هلا لنشوفها بالزاويه الثانيه، اخذت السيجاره فوتها شوي، بنهايه السيجاره مسكتها حطيت اصبعتي وراها وكبست الابهام على الابهام، شايف؟ خلص ما رح توقع، بعمل لها هيك ما رح توقع، تمام؟ شو اخر مره حطيت كبست الابهام عليها، شايفين يا جماعه؟ وبعدين برد بسكر ايدي وبسحبها. هلا بدي اياك تحاول انك انت تساويها شوي شوي، تمام؟ هلا هي اول غلطه، انه انا ما بدي اياك تاخذ السيجاره تعمل لها هيك. لا 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 لا، بدي اياكم يا جماعه كلياتكم بدي اياكم يا جماعه انكم تحاولوا تسووا اي حركه سحر وقت تسووها بشكل مو سريع، يعني بشكل تعطوا الحركه حقها بالوقت بتصير كثير حلوه. يعني شوف اخذت السيجاره ورجعت ايديك فاضيين، حطيتها فوتت هيك شوي شوي، بعد شوي رديت ورجيتهم اياها، رديت فوتت كبستين، رديت ورجيتهم اياها، بالنهايه قلت لهم هيك راح. سو يلا حاول تقرب على الكاميرا، تمام؟ اوكي هلا حطها بالنص، فوتها شوي 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 شوي، رد ورجيها من ورا ومن قدام، يا عيني عليك. هلا حط قلبها لورا اصبعتك، يا عيني عليك. شوف الغلط، شوف 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 شفت؟ كان باين طرفها هيك، بتكشفني وبتكشف حالك، تمام؟ يلي بده يصير يا مازن، رح تفوت هي السيجاره لجوا، بس تصير جوا بتمسكها باصبعتينا وبتحطها ورا السبابه بهذا الشكل، بحيث ما يكون باين شيء، ليك 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 حتى بين اصابعي انا مو باين شيء، بس انت معك قبل شوي بينت، فانت كمان بدك تنتبه، بدكم تنتبهوا على هالثغرات يا جماعه. حطيت هيك وطلعتها، في عندكم اكثر من طريقه لتطلعوها، يعني لنفترض هي كانت هيك، فيك تسكر ايد واحده وتسحبها مره ثانيه، وفيك تعمل هيك تسكر ايدك تنتين وتسحبها، وفيك كمان بنفس الوقت تعمل لها هيك وتحطها بتمك، لانه انت وقت تكون ماسك سيجاره هيك وقت تسكر فيك ترجع تميلها بهذا الشكل، تمام؟ يلا قرب، حاول تفوت السيجاره شوي شوي من ورا من قدام، ورجيتهم اياها، تمام؟ فوت اكثر، قرب لنص الكاميرا لحتى الكل يشوف، تمام؟ قرب. هلا بدك تفوتها لجوا وتقلبها لورا اصبعتك وتفتح ايديك تنتين، وحش سكر طلع، تماما هي هي الحركه كلياتها يا جماعه. اتمنى تكون نالت اعجابكم، هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كان معكم اخوكم الساحر العربي عبد الحناوي، مازن عرمان مدير قناتي، تحياتي للجميع، كونوا بخير، اكتبوا لي بالكومنتات شو حابين كمان تتعلموا، ولا تنسوا اهم شيء انكم تحطوا لايك واشتراك وتشتركوا بالقناه لحتى نوصل ل 100,000، شاركوا الفيديو للاصدقاء اللي بدهم يتعلموا هيك اشياء. سلامات.